بارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله عليكم والإخوان، تحياتي لكم جميعا وحياكم الله إنما كنتم. إلى هبطنا هذه السلعة للمغرب هذه إن شاء الله تكون دايرة تبارك الله. شوفوا هذه النعجة تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، هذه ما شاء الله، هذه تبارك الله، هذه ما شاء الله، هذو غادي يولدوا إن شاء الله بحول الله في شهر 5 فيه 25 ولا 20 إن شاء الله بحول الله تبارك الله اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب. كاين شي نعاج لي والدين هنايا شهر 2، وكاين شي نعجات اللي هما غادي يولدوا ان شاء الله بحول الله في 25 في شهر 5 ان شاء الله. بالنسبه لهذا الغنم هذه راها مختصه في اللحوم ماشي ديال الحليب، مختصه في اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. اللحوم الحمراء ملي كيفوت الخروف 6 ديال الشهور 7 شهور 8 شهور كيبدا اللحم ديالو كيحمر، ملي كيكون الخروف مازال صغير عنده 25 30 يوم 50 يوم 60 شهر 2 3 حتى 4 حتى كيفوت 6 شهور عاد كيبدا يحمر اللحم ديالو، يبدا يحمر اللحم ديالو شويه. اما ملي كيكون صغير كيكون اللحم ديالو مازال كما نقولوا حنايا ماشي ابيض ولكن اللون ديالو ماشي احمر، اللون ديالو غوز تبارك الله. هذه شارفه هذه دزوها ما شفتهمش ولكن بقات هنايا ما عندنا ما نديروا لها. هاو هاو مرا ما بغى يدخل الفوج الثاني ان شاء الله بحول الله تبارك الله اللهم بارك. الخروفه راه ما غاديش ندزها حتى لشهر 6 ان شاء الله، دخلوا بزاف الخروفه ديال العام اللي فات، اول دزه غادي تدز وخرجات فيها الضاره تبارك الله. قلتي فين غادي هو تبارك الله اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هلا يا ما كاينش المقاس كاينه على الماكينه، هذه حتى هي ضاره تبارك الله. خريفات راهم ديكلاريات قانونيا كنلصقوا لهم النمره هنايا وكنلصقوا لهم تشيب هنا، هذا تشيب وهذيك النمره ماتريكول. هانتوما راها ضارة تبارك الله، شتوها الدرع ديالها راهو احمر كيبان. شوفوا هاد الخريفة حرشة سبحان الله العظيم، تقول ماشي بنت الغنم عندي، هذه بواها اراغونيس. ارا هذيك سبرايتارا بخليج، شوف هذيك، شوف هذه خروفه ديال العام اللي فات، هذه اللي كان يدز فيها دروك، ها هي تبعها راه فتحها واحد الفتحه وخيباتها كيجرحوا بزاف هاد المساخيط هاد. ارا ارا صافي صافي ما تشد ما والو رش عليها. هاي صافي 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 هادي فتحها فتحه خايبه كاع ميكها يا صاحبي. يوتيوب بصابر ان اليوتيوب بصابر سي هذه هذه واقيلا ما كتولدش هذه والله اعلم بلا تزقى، هذه واقيلا واقيلا ما كتولدش هذه على ما كيبان لي ما كتولدش والله اعلم، هذه واقيلا ما كتولدش. راه شوفوا سيدي ما عندها لا ضرع لا والو بحال بحال الحولي. ها
غادي بلاتي وغادي نشوفها ان شاء الله. واقيلا ما كتولدش هذه، انتم شوفوا اللحم ديالها تبارك الله، دايره ملحمه هذه، عمرها ما ولدات هذه. واقيلا غادي نقزروها ان شاء الله وبالديل ديالها. دايزه في العيد، دايزه عيدوا بنعجه، نعجه نعيدوا بها، تكون عندها 4 سنوات هذه تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب. انتم شوفوا باش تعرف النعجه ما عمرها ما والده، ما كتلقاش عندها الذرع كاع نهائيا، الذرع ما كيكونش عندها، كتبان بحالها بحال الحوليه، ولكن هي راها نعجه ماشي حوليه، كتلقاها من هنا مسدوده بالشحمه، مسدوده بالشحمه النعجه اللي فايت ليها والده. انتم شوفوا هذه راها ضاره، شوف الذرع ديالها احمر، هذه ضاره دروك، هذه غادي تولد ان شاء الله بحول الله. هذه خروفه، هو وخليش الصباغه عندك، هار صباغه، هذيك صباغه، هذيك صباغه من ظهرها، هار شوف صباغه من ظهرها، صاف صاف بارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا وحياكم الله اينما كنتم، استمتعوا اللهم بارك. هذا النهار هذا كيكون احسن نهار في السنه، هو النهار ديال الدزان، خاصنا نديروا الزرده ان شاء الله. أوه. بارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. هلا الريكورد مونديال، هذا هو البروفيسور فيهم، البروفيسور ديال الكوادريا. Te voy a dar un 10, ¿sabes por qué? No has hecho ninguna herida en esta oveja. ما جرحها ما والو، زرب عليها مع 40 ثانية خريفات، هذا طراك راك ياكلوا ما كيرضعوا ما والو. هذه حتى هي ضارة تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك.